السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله بإذن الله النهاردة أهم حاجة قبل ما أتكلم لازم تكون سباك دماغك بتوديك إنك تكون مهندس أو تحلم إنك تكون مهندس في المجال بتاعك، ومش عيب ولا حرام تبقى فخور بنفسك إنك تكون مهندس بتعمل لنفسك التصميم، وأهم حاجة تنفذه صح. أنا ما أصممش حاجة وأنفذ حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده بنتكلم في ديزاين حمام متر 60 في طول 2 متر 80 اعتقد، ثواني كده، متر 60 في 2 متر 85. طبعا اي حد هيخش الحمام هنا حضرتك هيقول لك هنا كده كابينه شاور وهنا التويليت، ده المتعارف عليه واي حد بيعمله. لازم تطور من نفسك وتطور من ذلك، اللهم لك الحمد. احنا اصحاب فكره محمد صاحب علي صاحب فكره، الشغل يكون كله على لاين واحد، واعمل طرقه وممر الحمد لله ولله الحمد صممتها ونفذتها كتير، واللهم لك الحمد صممنا ونفذنا وشطبنا وبانت النتيجه في التشطيب اللهم لك الحمد، وعجبت العملاء كلهم يا رب تنول اعجابكم. طبعا حضرتك عشان انا اعمل هنا كده كابينه شاور زي ما الرسم ما بيقول او زي ما صاحب المكان بيقول، عايز هنا كده كابينه شاور، ماشي، عايز هنا كده كابينه شاور مطرح ما انا واقف، وعايز هنا تويليت. طبعا المسافه مش هتجيبك خالص اطلاقا بالمره. طيب طبعا مش عايزين يبقى كلامنا يعني ايه، لازم يبقى في تحديث في الشغل، لازم تحدث من فكرك ومن ذاتك ومن الشغل بتاع حضرتك. انا عندي الحمام الطويل له ديزاين، والحمام المربع له ديزاين، والحمام المسدس كل حاجه لها ديزاين بتاعها ان شاء الله. انا عندي، سيبك من اي حد هيخش يقوله، هعمل لك حاجه كويسه، حمام فندق كويس باقل التكاليف واحسن خامه واحسن كفاءه ان شاء الله. حضرتك انا هحط الشاور بالطول هنا كده، شايف الخط بتاع الليزر ده كده نهايه الشاور. حضرتك نركز مع بعض كده سيادتك، دي كده 1 متر كده يا عم محمود، دي كده 1 متر عرض كابينه الشاور، هتصفي معايا بالظبط 95 سنتي، واقف بحريه كامله، الف كده حريه كامله، معايا متر في متر و60 متر و50 عشان لسه ابني حائط مستعار دلوقتي، فالدنيا بقت معاك لذيذه وزي الفل، تمام كده؟ يبقى كده كابينه الشاور من الاول للاخر، سمارت بوكس هحطه هنا، الرين شاور هينزل من السقف، الشباك ده ما بيعمليش اعاقه ولا بيبوظ لي المنظر، بتبقى حاجه كويسه ان شاء الله. وهنا هنعمل كرسي علشان تقدم العمر، كرسي قلاب اقعد عليه الجتات تخبط فيا، الهاند شاور امسكه بايدي وانا قاعد، الخلاط هنا، والرين شاور نازل من السقف، بيبه الشاور هحطها هنا حضرتك. اصبح عندي هنا كده الدنيا تمام زي الفل. هبدا احط الصندوق الدفن بتاعي هنا كده زي كده، ثواني زي ما انت، للقاعده المعلقه بتاعتي في الصندوق الدفن بتاعي هيتحط زي ما سيادتك شايف كده بالظبط اهو. انا عندي النص 45، هاجي كده شويه، القاعده المعلقه بتاعتي اتحطت هنا، وهنا حطيت حوض هتبقى معايا 1 متر حوض. انا اخدت من بعد الشاور 90 سنتي، احط فيهم التويليت بتاعي يتسنتر 90 سنتي اهمت، واتبقى معايا لنهايه الحمام متر، اركب حوض 80 سنتي نيو دارلينج حاجه كويسه جدا من ديورافيت، او اي حوض متر 60 سنتي 70 سنتي 80 سنتي متر، لو جبت حوض متر متر وخمسه هيركب ان شاء الله باذن الله هنا بالوحده بتاعته. هنا فوق التويليت عندي مع الليزر ده كده هنعمل بوكس، نحط فيه ديكورات وديفوهات شكلها جميل، واطلع اعمل بوكس كمان فيها الديكورات بتاعتي بليد بروفايل حاجه شكلها شيك جدا. هنا مكان الليزر ده كده سيادتك هعمل بارتيشن زجاج، قطعه زجاج ثابته كده حضرتك علشان ما تطلعليش الميه بره، سعرها ما بيعديش ال 2000 جنيه، خلاف لما اعمل بيت ازاز كامل كابينه كامله بالمفصلات بالسيكوريت بالكلام ده كله بتكلفك 8000 جنيه، يبقى انا حطيت لك حته سيكوريت بس 2 متر في عرض 70 سنتي بقت كويسه جدا معاك. عندي هنا هطلع بحائط مستعار حضرتك، وهاجي هنا هعمل الجيتات هنشوفها مع بعض، وهعمل هنا بوكس كبير جدا على ارتفاع متر و50 سنتي اهو. البوكس بتاعي هيبقى من اول هنا، يبقى قدام، بص 150 سنتي هنا كده، يبقى قدام ايدي اهو، هاخد الشامبوهات بتاعتي بعرض الشاور كله،
علشان هسيب 10 سنتي من هنا وهسيب 10 سنتي من هنا، والبوكس بتاعي هيبقى 80 سنتي عشان السكوريتي يقفل على مسافه، يبقى الفراغ اللي هنا قد الفراغ اللي هنا. هنشوف الكلام ده كله مع بعض، بس زي ما احنا متفقين وعارفين محمد صلاح بيعمل تصوير اول ما اخش الشغل، وتصوير اثناء الشغل، وتصوير بعد ما بفنش الدنيا كلها، وتصوير اثناء الفينش النهائي في التشطيب في السيراميك والكلام ده، والتصوير النهائي للحمام باذن الله. ده كله بنشوفه مع بعض. اهم حاجه السباك اللي اسس يعرف يشطب الماده. الفلوس للسباك هتاخد بيها اللي انت بتشوفه، كل واحد بتمنه، كل واحد بسعره. انا ما بقولكش اسعار، لا، بقول لك اتقي ربنا في الزبون بتاعك واعمل الصح. انا لما احط التويلت بتاعي هنا معايا، اتبقى معايا متر و50 سنتي بالظبط. عارف يعني ايه بقى معايا متر و50 سنتي؟ يعني مسافه الله اكبر جميله جدا، مفيش فيها اي مشكله، وابقى التويلت هيبقى بروزه 50 سنتي، هبقى قاعد الدنيا كلها لذيذه قدام مني زي الفل، مفيش فيها اي مشكله. طبعا زي ما احنا متفقين محمد صلاح بيقول لحضرتك لو عايز تحط القعده التويلت في اوضه النوم الناحيه الثانيه هودي لها لك زي ما انت عايز. الدخله بتاعه الكومباوند هنا ملناش علاقه بيها خالص، هنقفلها وهنلغيها وهنعدلها بالطريقه الهندسيه بتاعتها، مش اي كلام وخلاص. طبعا انا عندي هنا الكومباوند مديني دخله 2 بوصه، طبعا زي ما احنا متفقين وعارفين ان الشغل يكون 3 بوصه. ما استسهلش، اعمل الصعب عشان لما يتنفس تلاقيه سهل معاك وتحس انك عملت حاجه كويسه للعميل بتاعك. البيبه هناخدها من هنا، هنجيبها تبقى ما بين التويلت وبين كابينه الشاور عشان ما تبقاش اللي داخل من الباب يشوفها. مش هنحطها هنا عشان خاطر ما تجيش في وش الباب للي داخل، بنحاول نداريها على قد ما نقدر عشان المنظر الجمالي للحمام بتاعي تبقى حاجه كويسه وجميله. ارجو ينال اعجابكم، وان شاء الله باذن الله تابعونا على صفحه سباك شاطر على الفيسبوك وقناه سباك شاطر على اليوتيوب. ولا تنسونا من صراحه دعائكم دعوه صالحه من رجل صراحتك فينا بالدنيا وما فيها، ولا تنسونا من صراحه دعائكم، ارجوكم لا تنسونا من صراحه دعائكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.